استقبلت 20 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن آلية كوفاكس التي استحدثتها منظمة الصحة العالمية لتوفير الطعوم بشكل منصف للدول التي لا تملك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية لشرائها مسبقاً. خطوة وصفها رئيس المنظمة تيدروس غيبريسوس بالتاريخية في مواجهة هذا الداء الوبيل. With the first vaccination starting in Ghana and Cote d'Ivoire. ببداية التطعيم في غانا وكوديفوار بالإضافة إلى إيصال كوفاكس اللقاحات إلى أنغولا وكمبوديا وكولومبيا وجمهورية الكونغو غامبيا والهند وكينيا ولوسوتو وملاوي ومالي ومولدوفا ونيجيريا والفلبين وكوريا الشمالية إضافة إلى رواندا والسنغال والسودان وأوغندا في المجمل وزعت كوفاكس أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاحات على 20 دولة. ليبيا التي فوتت أول دفعة من اللقاحات التي تعاقدت عليها مع كوفاكس بحسب تقرير للصحة العالمية لازالت تنتظر دورها الذي تأخر بسبب البيروقراطية الليبية العتيدة وتعطل شبه كامل لوزارة الصحة بحكومة الوفاق. لكن العملية الدفع ومن خلال الإدارات الموجودة في الدولة كانت طويلة أو نقدر نقول لذلك هشها ودفعنا الفلوس في آخر شيء، يعني تصوري آخر يوم اللي كان ندفع فيه الفلوس كان مفروض ندفعهم قبل شوين ثلاثة، أنا هم آخر يوم. أنا لا أتهم أحد، لكن نحن إدارة ونحن وزارة بدون وزير، هو كلام حصلناهم إلا بعد مدة. أطراف عدة ترى أن فشل ليبيا في ملف إدارة أزمة كورونا يتحمل مسؤوليته المجلس الرئاسي الذي أغفل أهم وزارة في زمن الجائحة واتجه إلى تشكيل لجان موازية. تعدد المصادر صنع القرار بالنسبة للصحة في لجنة كورونا، في لجنة مستشارين، في لجنة مية طرف لجنة، ليش نديروها؟ خلينا نشتغل على قناة واحدة. ليش تم تهميش مركز مكافحة الأمراض في حين جهات أخرى كانت تخدم؟ يعني شيء يضع علامة استفهام كبيرة جدا. ويبقى المواطن الليبي هو المتضرر من هذا التخبط الإداري مع بنية صحية لا يعول عليها ولم يبقى له إلا التمسك بالإجراءات الوقائية عملاً بالنصيحة الأزلية درهم وقاية خير من قنطار علاج.